فرنسا بلد الحريات والمساواة، هيك بتنص القوانين والتشريعات في بلد الجمال والموضة، لكن لما نيجي للحجاب كل شيء بيتغير. عموماً سمعنا وفهمنا وبنعرف تاريخ فرنسا مع الحجاب، وبناء عليه قررت تمنع اللاعبات الفرنسيات من ارتدائه خلال مسابقات الألعاب الأولمبية بباريس. بس السؤال اللي مش قادرين نجاوب عليه هو كيف سمحت فرنسا للمشاركات من الدول الثانية بارتداء الحجاب في الأولمبيات اللي انطلقت الجمعة الماضية؟ يعني القصة صارت حلال عليهم وحرام علينا؟ هيك ممكن تقول أي مشاركة فرنسية محجبة، لأنه التبرير اللي قالته باريس ما كان مقنع بالنسبة للرياضيات الفرنسيات المحجبات، واللي بيقول إنه المشاركات في المنتخبات الوطنية الفرنسية بمثابة موظفين مدنيين ولازم يتصرفوا وفق السياقات الوطنية. طب يا فرنسا تمام، بس في رأي تاني بيقول إنه هذا الحدث دولي، يعني مش محلي إنه فرنسا تمرق اللي بدها إياه، يعني اللي بيصير على المشاركات برا لازم يصير على الفرنسيات جوا. القرار انتقدته منظمة العفو الدولية، ووصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه تناقض لتعهد فرنسا بتقديم أول ألعاب رياضية بتساوي بين الجنسين، وبأسوأ الأحوال هو خرق للمعاهدات الدولية. وإنتوا هل اقتنعتوا بتبرير فرنسا؟